ومياض منك ليه على المدرسة عندكم حفل؟ هعد من واحد لثلاثة تكونوا قمت والبس. واحد اثنين ثلاثة. طب هعد من واحد لمية وخمسين. ما بلاش بيض النهارده. لا الثلاث بيض معروف. مامي ميرو مليون مره قلت لك ما تقوليش مامي، مامي بتوترني. طب رودي ممكن افطر؟ جود باي. ايه ده؟ في ايه؟ الطابور ماله؟ كش كده ليه؟ في ايه النهارده؟ احنا مدرسه محترمه ولا احنا فرع البرنس؟ ازاي النهارده يا هانم الاقي طالب معاه مسقعه؟ الله كاسكو فوديت. انا كان نفسي في خفه. وبعدين ايه ده؟ في طلبات ولازم نجيبها. ليه لازم يعني؟ طلبات الاسياد كل ده الوان. احنا حنين ايه المدرسه يا ابني؟ احنا عندنا كويس ساينس بعد بكره. احنا عندنا كويس ساينس. الله يرحم ابوك لما كان بيشرب بالشفشه. ترى امي لو كانت عملت لي سندوتش رز كنت بصغره. دي ثالث صرفه تقدمي عليها السنه دي، وبعدين محدش قال لك تقدمي لهم في مدرسه غاليه، شوفي لهم مدرسه ثانيه. المدرسه عشان يبقى لها مركز لازم تشغل اجانب. احنا هنا ما بنشتريش جوده تعليم، احنا هنا بنشتري طبقه مش طبقتنا. انتوا بتفرهدوا نفسكوا على الفاضي. انتوا اللي كانت كل حاجه سهله على ايامكم، ما كانش في مدارس انترناشونال ومدارس ناشونال وانترفيو للعيله كلها عشان حته عيل يتقبل في حضانه. طب بقول لكم ايه؟ الستات على اخرها. مستنين اي فرصه ويهربوا من مسؤولياتهم. أو دعنا نقول ثورة أمهات. فأين ذهبت الأمهات؟ يا نهار أسود يا نجيل، دي مؤامرة، مؤامرة متكاملة الأطراف. أنا عاوز أسافر. الله على الحرية. ودوني البحر، عاوز أبقى فريش، ركبني عوامة، ودوني معلش. عايزة شحات المعمل. والنبي يا جماعة ما حدش يعرف سباك كويس في المعادي. شكراً.